بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب الصف الثالث الثانوي مدرسة الملك عبد العزيز، نستكمل الدروس الواحدة الثالثة بالدرس السادس، نستكمل به خطوات العملية الشرعية العقلانية. نتكلم اليوم عن الاستهلاك والسلوك ما بعد البيع. أهداف الدرس: الهدف من الدرس أن تعرف مفهوم الاستهلاك، أن تجيب على أسئلة المتعلقة بالاستهلاك، وأن توضح أثر الأعراف والتقاليد على النمط الاستهلاكي، وأن تبين النتائج المترتبة على الرضا وعدم الرضا عن الاستهلاك، وفي النهاية أن تبين أهم طرق التخلص من المنتجات بعد استهلاكها. يبقى موضوعات الدرس: مفهوم الاستهلاك والاستهلاك، متى وأين وكيف وكم، وأثر الأعراف والتقاليد على النمط الاستهلاكي، ثم الرضا وعدم الرضا عن المنتجات المستهلكة، وفي النهاية التخلص من المنتجات بعد استهلاكها. التمهيد: أوقف الفيديو ثم أجب معي على أسئلة التمهيد. لماذا تعجبت سعاد من شراء هناء البلوزة الصوفية؟ يبقى تعجبها جاء لأنها في فصل الصيف، والبلوزة الصيفية تحتاجها في فصل الشتاء. السؤال الثاني: متى ستقوم هناء بلبس البلوزة الصوفية؟ وإذا عرف السبب بطل العجب. يبقى تعجب سعاد هينتهي لما تعرف إن هناء ستقوم بلبس هذه البلوزة في فصل الشتاء. أين سترتدي بدري الفستان الذي قامت بشرائه؟ يبقى في حفل زواج أخيها الشهر القادم. كيف ترى السلوك الاستهلاكي لهناء وبدرية؟ يبقى أرى إن سلوكهم ممتاز. ليه؟ لأنهم بيفكروا في الشيء قبل أن يداهمهم الوقت. أخذنا في السابق إن التخطيط، وهذا السلوك الشرعي يعتبر نوع من التخطيط المستقبلي، وعرفنا قبل كده في درس التخطيط أن مقولة لا تعبر الجسر قبل أن تبلغه هي مقولة خاطئة، فلا بد أن يخطط الإنسان لما سوف يقوم به مستقبلا. يبقى نتعرف النهاردة على دروس الدرس السادس والاستهلاك وسلوك ما بعد البيع. العرض: يبقى الخطوة ما قبل الأخيرة من خطوات العملية الشرعية هي الاستهلاك الفعلي للسلع، الاستهلاك الفعلي. وماذا يعني استهلاك الفعلي للسلع؟ يبقى الاستهلاك هو استخدام المنتجات أو الخدمات والانتفاع من خصائصها وميزاتها وفوائدها بالشكل الذي يناسب المشتري. يناسب المشتري، لأن ممكن احنا نشتري نفس المنتج لكن كل واحد فينا باستخدامه مختلف عن الثاني. بيعطيني مثال: استهلاك الملابس يكون بارتدائها، استهلاك الطعام يكون بأكله، استهلاك الوقود يكون باستخدامه وحرقه، استهلاك السيارات بقيادتها. طب الاستهلاك متى وأين وكيف وكم؟ سنناقش الآن متى المكان، وهل هناك منتجات معينة لابد أن تستهلكها في وقت معين؟ فهناك منتجات بالتأكيد تستخدم فقط في أوقات معينة، قد يكون في اليوم أو في شهر أو في موسم معين. بيعطيني أمثلة، بيقولي شرب الحليب الساخن يومين في الصباح، ارتداء الملابس الصوفية في فصل الشتاء. أين يكون الاستهلاك؟ المكان بيختلف حسب نوع المنتج. من القرارات المهمة التي يجب أن يتخذها المستهلك هي تحديد مكان استهلاك المنتج أو الخدمة إذا كانت لديه إمكانية تحديد المكان. وأحيانا يكون المشتري مجبر على استهلاك المنتج في أماكن محددة. بيعطيني أمثلة، مثال: حلاقة الشعر غالبا تكون عند الحلاق، لكن في بعض الأحيان ممكن تستدعي الحلاق، لكن ده في النادر. الدراسة النظامية تكون في المدارس أو الجامعة. حرث الأرض لزراعة بعض الخضروات يكون في المزرعة. ما طيب. في أحيان أخرى يكون المشتري الحرية باستهلاك المنتج أينما شاء، إذا كانت المنتج اللي هو بيستهلكه بيعطيه الإمكانية في اختيار المكان، مثل أن تأخذ وجبة دليفري، أو أنت تشتري آلة حلاقة وتقوم بالحلاقة في بيتك. يبقى مكان الاستهلاك يتأثر بعوامل كثيرة، منها نوعية المنتج ورغبة المشتري.
كيف يكون الاستهلاك؟ الكيفية وهي الطريقة التي يتم بها استهلاك واستخدام المنتج. قد تختلف الطريقة الاستهلاك من شخص لآخر وبطرق مختلفة. قد يقوم شخص باستخدام سيارته بطريقة تدل على الاهتمام بقيادتها والمحافظة عليها، بينما الآخر يقوم بالتفحيط والترفيه زي ما انتم عارفين. كمية الاستهلاك، تختلف كمية الاستهلاك. قد يستهلك الأفراد بعض كميات قليلة، وقد يستهلك كميات بعض متوسطة، وقد يستهلك البعض كميات كبيرة، ويعتمد ذلك على حاجة المستهلك وإلى عوامل أخرى عديدة سنناقش منها. منها الشرح والمبالغة فيه، وهو أحد السلوكيات الشرائية الخاطئة. الأعراف والتقاليد وتأثيرها في الاستهلاك. من الأعراف والتقاليد تؤثر في نوع بعض منتجات معينة، وبعطيني مثال زي استهلاك المتكرر الدوري للقهوة العربية لارتباطها بعاداتنا وتقاليدنا. وقد تستهلك بعض المنتجات بشكل متكرر أيضا في مواسم معينة، زي اللي بتستهلك في شهر رمضان، أو بتستهلك في موسم الحج، أو في الصيف، أو في الشتاء. بينما يكون استهلاك بعض المنتجات عند الحاجة وبشكل غير دوري، زي لو أنا احتجت تعبت ورحت أخذت دواء، يبقى الدواء ده بحتاجه وقت الحاجة فقط، زي لما جيلي نزلة برد في بداية الشتاء أو في أواخر. سلوكيات ما بعد الاستهلاك. بعد استهلاك المنتج، هل أنا شعرت بالرضا أم عدم الرضا؟ فإذا حدث الرضا عن المنتج فإنه سينتفع من ذلك كل من البائع والمشتري، فللبائع الأرباح وللمشتري إشباع الحاجة. يبقى إذن عايزين نعرف الرضا وعدم الرضا عن السلع والخدمات. بالتأكيد يحدث الرضا عندما يفوق الأداء الفعلي للمنتجات ما توقعه المشتري قبل الشراء، والعكس صحيح. مثال: توقع محمد أن ينهي معاملته خلال ساعة واحدة، ولكنها استغرقت 3 ساعات، يبقى يشعر بعدم الرضا لأن الأداء الفعلي أقل من المتوقع. أما لو أنهى معاملته في نصف ساعة، يبقى يشعر بالرضا. ليه؟ لأنه أنهى معاملته في وقت أقل من المتوقع. النتائج المترتبة على الرضا وعدم الرضا. لما بيحدث الرضا للمستهلك أو عدم الرضا، أهم النتائج التي ترتب على ذلك الرضا. أول شيء أن المشتري يحصل على ما يريد ويشبع حاجته. يحصل المشتري على الراحة والاطمئنان الناتجة على شعوره الداخلي لرضاه عن السلعة والخدمة المستهلك. تحاول الشركات والبائعون كسب الكثير من المشترين الراضيين. ليه؟ لأن هذا المشتري الراضي سيكون هو وسيلة دعاية للبائع أو الشركة. طيب، لو أنا شعرت بعدم الرضا، النتائج المرتبة عليه: تجنب الشراء من نفس المحل. لو أنا رحت أشتري طعام من مطعم معين ورحت الأكل ما عجبنيش، أتجنب شراءه في المرة القادمة من هذا المطعم. ده مش هتجنب شراءه بس، ده أنا ممكن أرفع شكوى ضد هذا المحل في الجهات الرسمية، أروح أشتكي في وزارة الصحة. لا، ده كمان ممكن أرفع عليه قضية أو أرفع ضده حملة دعائية في إحدى الصحف المحلية. وفي النهاية لن أقوم بعمل دعاية حسنة، بل هعمل دعاية سيئة، وأحذر الأقارب والأصدقاء من أن يشتروا من هذا المنتج أو هذا المطعم. كيفية التخلص من المنتجات بعد استهلاكها؟ يتخلص المشترون من المنتجات بعد استهلاكها بعدة طرق، فإما أن يحتفظ المشتري بالمنتج، أو يتخلص منه مؤقتا، أو يتخلص منه نهائيا. يبقى 3 أنواع من التخلص من المنتج. في كل حالة من الحالات هناك عدد من الخيارات التي سوف نختار منها المشتري. أول حاجة الاحتفاظ بالمنتج، وده دايما بيأتي مع السلع المعمرة. أن يستخدم المنتج في غرضه الأصلي، زي ما استخدام الثلاجة
أو الأجهزة الكهربائية المكيفات، أن يستخدم المنتج في غرض جديد، استحداث شيء يستفيد منه الإنسان، زي استخدام كاسة أو العبوة الزجاجية اللي كانت فيها مثلا نوع من الجبنة أو الشاي في الشرب. تخزين المنتج كما يحدث في تخزين الملابس الصيفية، مش معقول كل صيف هتخلص من الملابس وأجيب في الصيف الجاي ملابس جديدة، لا ده أنا بحتفظ بيها وإلى الصيف القادم. طيب نستكمل كيفية التخلص من المنتجات بعد استهلاكها بالتخلص من المنتج مؤقتا. إزاي؟ كيف؟ يبقى إذا عن طريق تأجير المنتج. لو أنا عندي جهاز ممكن أأجره، زي قيام بعض النساء بتأجير فساتين الزواج عند الانتهاء منها. إعارة المنتج، وذلك بجعل أكثر من شخص يستفيد من المنتج، وقد تكون الإعارة لأحد الأصدقاء أو الأقارب أو الجيران. مثال قيام بعض النساء بإعارة فستان الزواج عند الانتهاء منها. يبقى إذن في الحالة الأولى كانت مأجراه استفادت منه ماديا، يبقى اسمه تأجير المنتج، أو أعارته لأحد الأصدقاء ودي كانت إعارة المنتج. الطريقة الثالثة التخلص من المنتج نهائيا، وهناك 4 احتمالات للتخلص من المنتجات نهائيا. أول احتمال إهداء المنتج أو التبرع به لمن يحتاجه. ممكن الست اللي عندها أو المتزوجة اللي عندها الفستان ممكن تتبرع به لجمعية خيرية، أو مبادلة المنتج بمنتج آخر. واحدة هتتجوز وعاوزة فستان، ممكن أديها الفستان دوت في مقابل إنها مثلا تجيب لي فستان، تجيب لها فستان للسهرة مثلا، يبقى استبدال. بيع المنتج، ممكن بعد ما خلصت الفرح تاخد الفستان بتاعها دوت وتروح تبيعه في أي محل، أو تبيعه في أي محل بيأجر بيبيع فساتين. الطريقة الرابعة للتخلص من المنتج نهائيا هي إلقائه في حاويات النفايات. ما أكثر المنتجات الاستهلاكية التي ترمى في حاويات النفايات بعد أن يكون قام الشخص باستهلاكها. يبقى كده انتهينا من الدرس السادس، واستكملنا فيه الخطوة ما قبل الأخيرة اللي هي الاستهلاك وسلوك ما بعد البيع. حاول تحل التقويم، وقف الفيديو، وبعد كده تعالى نستكمل حل سويا أو تتأكد من الحل. طبعا احنا عندنا واجب السؤال الثاني والثالث والرابع. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. من فوائد رضا المشتري الاحتفاظ بالمشترين القدامى وكسب المزيد من العملاء الجدد. هي عبارة صحيحة. التخلص من المنتج مؤقتا قد يكون بالتبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية. طبعا التبرع هو التخلص النهائي، أما التخلص المؤقت بيبقى بطرق تانية، يبقى العبارة خطأ. استهلاك المنتج يعد الخطوة الأخيرة من الخطوات العملية الشرائية. العبارة خطأ، لأن استهلاك المنتج احنا لسه في خطوة أخيرة وهي الرضا وعدم الرضا. شراء الملابس الجديدة قبل كل عيد يعد نوع من أنواع الاستهلاك المتكرر. قبل كل عيد يبقى متكرر بالفعل. عندما تزداد الكمية المستهلكة من المنتج بشكل مبالغ فيه يكون ذلك سلوكا خاطئا في الشراء. طبعا سلوكا خطأ. العبارة صحيحة، نحن أمة وسطا. السؤال اللي قلنا السؤال الثاني والثالث والرابع هنتكلم فيهم باختصار ويكون واجب، هو أسئلة بسيطة مرتبطة بموضوعات الدرس. اربط كل عبارة في قائمة أولى المسألة والقائمة الثانية من نتائج عدم الرضا عن المنتج. أيوة، لو أنت أصبح لديك عدم رضا عن المنتج يبقى بتقوم برفع شكوى ضد المحل أو الشركة البائعة. نتيجة الرضا عن المنتج العكس تماما، وهو في حصول المشتري في على حاجته وإشباع رغباته. مفهوم الاستهلاك هو استخدام المنتج والاستفادة من خصائصه. العرف الاستهلاكي، العرف المتعارف عليه زي تقديم الذهب والمجوهرات في الزواجات. في النهاية متى يحدث الاستهلاك؟ في أوقات معينة من اليوم أو الشهر أو السنة. يبقى كده أنهينا الدرس السادس، خطوات العملية الشرائية العقلانية، الاستهلاك وسلوك ما بعد البيع.
شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.